مساء الخير جميعا لكل وسائل الإعلام اللي حضر معنا. شكرا للنساء ورجال الإعلام اللي كيواكبونا كل سنة في مهرجان الدولي لمدينة إفران. هذا اليوم نفتتح على بركة الله فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لمدينة إفران ببرمجة فنية متميزة جدا، ارتكزت أولا وأخيرا على الفنانين المغاربة، فهو البرمجة كانت كلها 100% مغربية، وكذلك تقريبا بنسبة كبيرة ركزنا على الأغنية الأمازيغية التي يتميز بها الإقليم. اليوم كنشوفوا مورانا اللوحة الجميلة ديال سمفونية أحيدوس، واللي أصبحت يعني واحد توقيع المهرجان، واللي هي كتعطي الانطلاقة الفعلية للمهرجان. اليوم غادي نستمتعوا بهذا السمفونية ديال أحيدوس، وكذلك معنا نجوم الأغنية الأمازيغية مصطفى أمجيل، جاني في بالي مصطفى بورغون، وكذلك عندنا شباب اللي عطاو وبينوا على قدراتهم ووصلوا انهم يحققوا نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، ريم، مهدي فاضلي، ديستينك، وكذلك معنا اللون المغربي الاصيل العيطة مع حجيب وطارق فايف ستار. ما نساوش على اننا كان بجانب يعني السهرات الفنية اللي كتقام يوميا هنا بساحة التاج، هناك أنشطة ثقافية رياضية اجتماعية كذلك لطيلة أيام المهرجان، بجانب الندوة العلمية اللي هي غادي تناقش يعني شعار المهرجان اللي هو الغابة إرث وطني، كيفية محافظة على الغابة وعلى البيئة وعلى الكنز اللي أعطانا الله في هذه المنطقة وعلى شجرة الأرز بالخصوص، وكذلك عقلنا استعمال المياه الجوفية للإقليم. كنتمنى لكل الساكنة وضيوف المهرجان اللي جاو يحضروا معنا الفعاليات، نتمنى لهم مهرجان طيب وفرجة ممتعة للجميع، وشكرا لكم. معكم الفنانة ديالكم يمنى العمراوية، أمازيغية شعبية. كنبغي نشكر كاع الصحافة اللي حاضرين هنايا، وكنشكر كاع السلطات المحلية، وكنشكر كاع ممثلين الإقليم، وكنشكر رجال الأمن، وما نساوش جهود الخفاء اللي دايرين واحد المجهود كبير. وليا الشرف اليوم باش نحضر في هذا المهرجان الرائع في بلادي. أنا يمنى العمراوي بنت الغابة بنت الجبل، واليوم فرحانة باش نوقف قدامكم في هذه المنصة الشرفية. كان الجمهور رائع جدا، أحسن جمهور. السلام عليكم. اسم الفرقة ماشي غير واحدة اللي كاينة، راه 27 فرقة، غير كل واحد جاب العدد ديالو 8 دراري، ودرنا فرقة واحدة. وحنا تندوزو جدود 3 سنين دابا، هذا الثالث، والحمد لله كلشي مزيان. الله ينصر سيدنا، الله يخلف على العامل سيد العامل، ايوا هادشي اللي كاين. نعم سيد، هذا غادي وتيكون مزيان، غادي ومزيان. حقاش دابا العامل الاول شويه داري مازال ما دابا ان شاء الله مزيان، دابا مشى دابا تيكون ماشي بحال الاول. ياك بالنسبه للفرق، انتم بزاف الفرق، واش كلكم افران ولا برا افران؟ لا غير افران، العماره ديال افران كلها، العماره ديال افران كلها من هنا حتى العين لح حتى الحد. المهم العمليه ديال فران كلها هنايا. شحال كان العدد ديالك؟ العدد دابا شي 216 216 واحد، هادشي اللي كاين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.